ولكن حينما نختلف اليوم ولا نتفق اليوم، من الواجب علينا ألا نتفق بحجج. أنا لا أتفق بناء على واحد، زوج، ثلاثة. أنا اليوم أتفق بناء على واحد، زوج، ثلاثة. اليوم اللي جينا تكلمنا على موضوع معين واختلفنا فيه، الفيصل فيما بيننا من يكون؟ من يكون الفيصل فيما بيننا؟ هو الدليل، هو الحجة. أما أن نختلف من أجل الاختلاف، فأستسمح منكم، أنا لم يسبق لي أن رأيت اختلافا من أجل الاختلاف إلا من باب حب النفس. الحاجة الثالثة وهذه الأخيرة باش نختم بها، يكررون مرارا وتكرارا مصطلح الاسترزاق على ظهر القضية الوطنية، وأنا أسمعها مرارا وتكرارا، الاسترزاق الاسترزاق الاسترزاق. من يتحدث بالقضية الوطنية هو مسترزق، من يدخل ويقحم اسم المملكة المغربية هو مسترزق. أقول لكم باختصار شديد، تصمتوا، التدليس هو منهج الضعفاء. حينما نتحدث عن قضايا فنحن لا ندافع عنها، بل نحن ندافع عن أفكار، تلك الأفكار لا تنصر البلد. مثلا إذا تكلمنا اليوم حول مسألة شرعية الصحراء الشرقية بالنسبة للمنتظم المغربي، أو ما أحقية المطالبة بالصحراء الشرقية بالنسبة لنا نحن كمغاربة، هل هذا يعني، هل هذا يعني أننا نتحدث باسم المملكة المغربية؟ هل هذا يعني بأن تلك الصحراء الشرقية نحن جنود مرابطة من أجل استرجاعها؟ أم نحن أصوات نعبر عن ما نعتقد، نقول ما نظن، نحاول التبيان؟ هل التبيان حول نهج المملكة المغربية أم حول قناعات فرد أو فردين من المملكة المغربية؟ أقول لك، لا نتحدث باسم المملكة المغربية، ولا نتحدث باسم الدبلوماسية المغربية، ولا نتحدث باسم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بل حتى لا نتحدث باسم الشعب المغربي. نتحدث بأسمائنا ونطلق أفكارنا، من حقكم قبولها ومن حقكم الاختلاف معها. أين؟ إذا كنا مثلا اليوم خدامين في قناة الجزيرة، مثلا باغ إكزومبل قناة الجزيرة، قناة الجزيرة كاملين بينا ما كنعرفوش. قناة الجزيرة هي واحد المنبر إعلامي، هذاك المنبر إعلامي حتى هو فيه الكادوات بحال هكا، حتى هو فيه هاد الكادوات، ولكنكم لا تعلمون. الكادوات ديالو هما دوك الإشهارات اللي كيدوزو، هذوك الإشهارات اللي كيدوزو تلك القناة كتخلص عليهم. القمر الناقي لها كذلك ومثال هو هذا، بحال مباراة كرة القدم، الفريق عنده مداخيل، هذيك المداخيل باش كيشري اللعابة، كيدخل، كيخرج، كيدير، كيهدر، كيهدر. فاليوم يحاولون الإيهام بأن اليوم نحن نقوم بالدفاع عن المغربي، إذا هم مسترزقون، أو هم يتحدثون عن المغربي باسم الاسترزاق. علاش؟ لماذا؟ لأنه يعلم أن الطريقة الوحيدة لإخراس الأصوات هي محاربتهم. اليوم يعلمون، نعطيكم مثال، كاينين إخوان مغاربة اليوم كيديروا الشو، بل هناك من يفعل الشو بوحدو. مثلا نعطيكم مثال، سعيد أبرنوس كيطلع بوحدو كيتكلم جوج ثلاثة ساعات في إطار كوميدي، كيعطيك معلومات بطريقة ساخرة،
طريقة جديدة. حول لايف ديال تيك توك، حوله مثلا الى بحال سكتش، منك كتفرج مسرحية، منبر اعلامي مسرحي بامتياز. صحيح، بحال كتفرج مسرحية، منها معلومات، منها ضحك، منها غتمشي مثلا عند الفروحي. فالروحي عنده طريقة ديالو، عنده شو ديالو واحد اخر. كاينين تمشي مثلا عند كولايور، عند ياسر، عنده شو ديالو بطريقة واحدة اخرى، حزم اخر، طريقة اخرى. اذا كل مغرب، اذا هاد الناس هادو من اجل محاربتهم شنو غندير؟ غندير عليه اسقاطات وكأنه يدافع عن الوطني. تمثلي مزيان، يدافع عن الوطني. اذا باش انا نوقف العجلة ديالو، وجب علي الطعن فيه والضرب فيه باش نضعف من العزيمة ديالو، باش نخليه يقول وانا مالي، اش كندير انا؟ ندمت احارب من بنات من ابناء بلدي. اذا الله يعاون بسلام. ويخرجونه هو الخاسر، من والخاسر نحن. اذا حينما نتحدث عن الاسترزاق على القضية الوطنية، اول حاجة خصنا نقول من هنا اصلا يمثل المملكة المغربية. شكون هنا اصلا كيمثل شي مملكة مغربية؟ من قال في يوم من الايام بانه يتحدث باسم المغرب؟ من قال اصلا بان رايه هو جزء من المملكه المغربيه؟ والمملكه المغربيه تتبنى نفس الخطاب ديالو، بل العكس، بالعكس والعكس صحيح. اذا كنا نتحدث وفق توجهات المملكه المغربيه، حنا كنشوفوا المغرب كيفاش غادي، وحنا كنحاولوا نقراو داكشي اللي غادي فيه المغرب، ونحاولوا نتبعوه ونمشيو في الخطه ديالو. حينما نتحدث عن قضية معينة في المغرب، لا يعني بأن رأينا هو الرأي الصحيح والسديد. إذا كنت أنت كتعتقد بأن ما دمتم تتحدثون إذا سوف تقنعون، ورأيكم لا يمثل ونحن بريئون منكم، الخطابات هذه يمكن لك تقولها لو كنت مثلا أنا هو وزير الخارجية ديال المغرب. أنا وزير خارجية ديال المغرب، وتخرج وتقول إن تلك خارجة عن الدستور المغربي وفقا للشرع. أنا مواطن عادي بسيط، الملكة مواطن عادي بسيطة جدا، أبسط تافهين. حتى مقولة أنكم تدافعون عن المغرب، فأنت كطيح من المغرب، لأن إلياس الملكة هم نكيرات من نكيرات المغرب مقارنة مع دولة بحجم المغرب. أما إيصال الصوت فلا أنت ولا غيرك ولا غير غيرك تستطيعون إسكات الأفواه. عندكم حل واحد، إسكات الأفواه المغاربة عندكم فيه حل واحد لا تاني له، هو أن تواجهوا المغاربة بعلم، أن تفحموا المغاربة بطرحهم الخاطئ. يعني من حقك تجي المنصة تقول أنا أتعارض معكم في المسألة واحد زوج ثلاثة، ولدي من الحجج والبراهين التي تثبت بأنكم لا تقولون الحقيقة أو لا تفقهون شيئا في هذا، ما علينا سوى الإنصات لك والإطلاع على حججك. إذا أخطأنا سنعتذر وسنقول نعم لقد كنا ماضون في طرح خاطئ. ولكن بين قوسين، فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، المملكة المغربية وسياستها الخارجية، لأن لايف ديالنا ما عمره ما تطرق لما هو داخلي أو لما هو داخلي عن باقي الشعوب. نحن نتكلم ما تقوم به الدبلوماسية المغربية، نأخذ بزمام الأمور الوزارة الخارجية ديالنا، وكذلك كلام ملك البلاد، وعلى ما يسير به النظام المغربي فيما يتعلق بالسياسة الخارجية للمملكة المغربية. وكاين اللي كيسول كيقول لك لماذا لا تتحدثون عن الشأن الداخلي؟ إذا كنتم تحبون المغرب، لماذا لا تتحدثون عن الشأن الداخلي؟ أقول له من هذا المنبر، لماذا أنت لا تتحدث عن الشأن الداخلي؟ لماذا لا تصنع محتوى وتصنع منصة وتتحدث فيها أنت عن الشأن الداخلي، وتحاول استقطاب الناس المهتمين بالشأن الداخلي، وأن يكون مجالك وتخصصك هو الشأن الداخلي؟ من منعك؟ من؟ واش عمركم سمعتوا بأن التيك توك يمنع التطرق للمحتوى الداخلي المغربي؟ عمركم سمعتوا مغربي من المغاربة يقول لا تتطرق؟ لا تطرق حبيبي. غير شنو خصك تعرفوا على حاجه، ان التطرق للشان الداخلي المغربي
صعب كثيرا، صعب، لأن الشأن الداخلي ماشي صعب لأنك أنت ما غتلقاش، لا كاين كاين، ولكن إذا أردت أن تخوض فيه وجب عليك أن تكون واعيا لسياسة المملكة الداخلية. أخطر من كلمة واعي الملكة، وجب عليك أن تكون عضوا في السياسة الداخلية المغربية، إما متحزب تابع لشي حزب أو تابع لشي بلاصة، لكي يكون لك اطلاع بما يجري في الداخل. لا بل وأكثر من هذا، أغلبية المغاربة ومنهم أنا وإلي شخصيا لم نكن على اطلاع كامل بنوعية النظام الملكي الحاكم في المغرب، حتى أننا انصدمنا من اللي لقينا طريقة تسيير للنظام الملكي. ملي كنتكلم عن الملك أتكلم عن الملك وولي العهد، كيف تسير خطى ولي العهد وسط حكم أبي أو وسط حكم الملك. لم نكن ندري، لم نكن على اطلاع، الى انه كنا غادي نديرو لايف ومازال غادي نديروه في هذا الموضوع بالضبط، الى انه انصدمنا بكيفيه تسيير المملكه العلويه للمملكه المغربيه صراحه. نعم سعيد، هناك قناعات، كل شخص يرى ينظر الى الاشياء من قناعاته. والغريب في الامر، شوف الغريب في الامر انهم ينطلقون في الاول أنكم أناس دكتاتوريون، أنكم أناس لا تعطوا. نعم نحن دكتاتوريون، أنتم ديمقراطيون، ماشي مشكلة سيدي، نحن دكتاتوريون وأنتم ديمقراطيون. الديمقراطية هي أن نفعل نحن ما نحب وأن تفعل أنت ما تحب دون الدخول على بعضنا البعض. يعني أنا في مجالي وأنت في مجالك، أنا أمارس ديمقراطيتي وأنت تمارس ديمقراطيتك. انا لا, لا انا ما من حقيش انني ندخل الدائره ديالك، انت ما تدخلش الدائره ديالك ببساطه شديده. حتى هذه لا يقبلونها، لا تحاورون الشان الخارجي. اذا معناها هناك املاءات بوقف الحديث عن الجزائر، هناك املاءات على ان هذه اللايفات التي يقدمها مغاربه بسطاء، وإن كان بعضهم دكاترة على العين والرأس ديالنا ولكن يبقون بسطاء، هم دكاترة مثلا الدكتور عبد الحق صنيبي ولا الدكتور أبرنوس، واخا هم دكاترة ولكن الناس بسطاء كما ترونهم، ماشي تما شي الناس اللي متعجرفين ولا لا، ناس بسطاء وينطلقون من خلفية دون دكتورة. وهذا ما يعجبني صراحة، وكاين صحفيين متواضعون وكيستقبلوا جميع الناس وكاين هنا من اجل جميع الناس، فهذا شيء جميل صراحه بين المغاربه. نعم وكاين صحفيين، كاين رضوى الفروحي ما شاء الله عليه، كاين ناس بسطاء بحال كمال وبحال ياسر وبحال نرجيس وبحال والعديد والعديد. لكن الناس كتنطلق من الخلفيه ديالها توصل رساله، اليوم يريدون إسكاتها وإخراصها بهذه الطريقة، اليوم يريدون إسكاتها. أكيد ياسر وكمال كلهم، وشكري من سوى، شكري راه قديم جدا، فيريدون إسكاتهم. اسم منار سليمي راه كاين في اليوتيوب، منار سليمي الحملة اللي مدير عليه غريب ذلك الرجل، من قوة الألم اللي كيحقوا على الجزائر، فغريب غريب والله غريب. السب والطعن والضرب فيه صباح مساء صباح مساء. ولكن وخاكك الحمد لله، ولقد تصدقنا بأعراضنا لله سبحانه وتعالى، مثلنا مثل باقي. رأي مغربي، رأي مغربي جميل، ولكن رأي مغربي ما عمرو دار منصة. رأي المغربي كان دائما مع الخروج للمنصات الاخرى، رأي المغربي ما عمره كان من الناس اللي كيدير منصه ويجلس فيها، ربما دار شي منصه ولكن ما فتحش فيها بزاف، مرات قليله ولكن مدخل. كيكون جميل في اللايفات
مداخلاته دائما قيمة، خصوصا بتلك اللهجة الحسانية الجميلة باللغة العربية الجميلة. إذا هاد المغاربة هادو كاملين اللي كنا كنهضروا عليهم والعديد ما ذكرناش بزاف وما يمكنش نذكروا كل شيء، يريدون إسكاتهم. كاين ناس يريدون إسكاتهم. قال لك سيدي لم نحقق شيئا من جراء الحديث عن العلاقات المغربية الجزائرية. أقول له صديقي العزيز، إذا كنت تعتقد بأننا لم نحقق شيئا فذلك من وجهة نظرك، المنظور ديالك يعطيك بأننا لم نحقق شيئا. أما أنا يكفيني أنني نشوف قائد الأركان السيد شنقريحة وهو يتحدث عن المنصات ومحاربة المنصات من أجل الحفاظ عن ما أسماه التاريخ الجزائري، عندما يتكلم عن الضرب في الهوية الجزائرية ويتكلم عن لايفات تخص السوشيال ميديا ويدعو الشعب الجزائري إلى أن يتدخل في هذا وأن يوقف هذا، فهذا بحد ذاته ضرب في العمق الجزائري. من فعل هذا؟ هم أصحاب وسائل التواصل الاجتماعي بأكملها، ليس فقط التيك توك، بل تيك توك، يوتيوب، انستغرام، تويتر، جميع المنصات على التواصل الاجتماعي. والعاصمة اللي كيكون مع الشرع ياك جليل، والعاصمة اللي كيكون مع الشرع ياك. نعم. العاصمة كذلك صحيح. شفت أنا مداخلات في اليوتيوب مع الشرع ما شاء الله عليه. أكيد. هناك العديد من الإخوة، نستثني إلى ما ذكرناش الأسماء كاملين، ولكن كل المغاربة على جبهة واحدة ولكم كل الاحترام والتقدير. رجل وكفى، نعم هذا الاسم، هذا الاسم هذا رجل وكفى. انا تصنت ليه في اليوتيوب كذلك مع اسعد الشرعي غير مقتطفات. فرجل جميل، واه جميل، جميل بهدوئه، جميل بمعلوماته. لا ولا ننسى تتكمل على رجل وكفى، طريقة السرد ديالو طريقة جميلة جدا، بهدوء كيتحكم بزاف في الكلام ديالو، ومعلوماته موسوعة ما شاء الله عليه، خصوصا انه من عنده بزاف ديال المواضيع يتقنها. واكيد ما غنساوش الناس اللي ما عندهمش منصات بحال منصور بإذن الله اللي كيكون معنا، وبحال سمير، هاد القامتين هادو اللي يستحقوا. كاين الساقية الحمراء أكيد، وكاين بزاف الشباب. فإذا بقينا غادي هكا، نتوما كتكتبوا لشيخ البدو، يلاه زيدوا غنبقاو غاديين. ولا ننسى كذلك اللايفات الفرنكوفوني كذلك تقوم بدورها فيما يخص أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وكذلك بالناس اللي كيتكلموا فقط الفرنسية، منهم الأخ إبراهيم، منهم الأخت لو، منهم ريفينو، منهم العديد من الإخوة اللي كيشاركوا في هذه اللايفات الفرنكوفونية، ولهم كذلك طابع خاص. ريفينيو ما عرفش الاسم ديالو بصراحة، فريفينو فهو أخ يتكلم باللغة الفرنسية وكيشارك في حتى كيشارك حتى في اللايفات اللي أغابوفون ما شاء الله عليه، ولكن هو كيبقى المسيرة ديالو مع أصحاب الفرنكوفون، فما شاء الله عليهم حتى هما يكونوا الدات ديالهم في تيك توك ومشاو مزيان ما شاء الله، استقطبوا ابناء الجاليه المغربيه. كذلك ما نساوش حتى البروجي اللي دارت له ابراهيم، اللي هو لو سيت انترنيت اللي كيتكلم على جميع التفاصيل التاريخيه وليزاكور ديال الصحراء المغربيه، وكذلك جميع ما يتعلق بالمملكه المغربيه وسياستها الخارجيه. فقاموا بعمل جبار، مشكورين عليه وجزاهم الله خير على كاع داكشي اللي داروا. اوكي، اذا كنظن وصلنا الى باش نساليو هذا الموضوع، لان لو بقينا غادي نفيو مغاربه كثير نعتذر الى ما جبتناش شي واحد. نعم متأبطة خيرا اكيد، فالى ما جبتناش شي واحد نستسمح فالاخوان كاملين لهم منا كل التقدير والاحترام. نعود ادراجنا، قلنا بانهم يريدون محاربتنا بهذه الطريقه، فكيحاولوا ما امكن انهم يهبطوا من العزيمه ديال المغاربه ويضربوا فيهم ويشكوا فيهم، لا هذا كذا وهذا كذا وهذا. بالله عليك صديقي العزيز، بالله عليك، الناس هادو يقولون انهم يدافعون عن المغرب، هل يتبنون خطاب ديال الدفاع عن المغرب؟
أم هناك أناس تدافع عن أفكار مغربية؟ حينما نقول بأننا نعرف بالوحدة الترابية المغربية، هذا معناه أننا لا نريد لغطا في مسألة الصحراء المغربية، ما بغيناش اللغط فيها، لا نريد لغطا فيها، ما بغيناش المصري من الدم الفوق يعرف الصحراء الغربية إلا بتعريف واحد، ألا وهي أراضي مغربية. ما بغيناش السعودي يعرف إلا شيء واحد، هو أن الصحراء الغربية مغربية، وأن من يريدون تقسيمها يعيشون داخل الجزائر. بغينا الإمارات اليوم يعرف أن الصحراء الغربية في قلب الشعب المغربي، في عقل الشعب المغربي. بغينا نهضروا على بلادنا، من حقنا نتكلموا عليها. كذلك إلا سمحتي يا إلياس، بغينا نأكدوا على واحد النقطة ونزيحوا عليها، هو أنه الصحراء الغربية هي لا تخص البوليزاريو. مصطلح الصحراء الغربية هو مصطلح في هيئة الأمم المتحدة يخص القضية، يخص ما يسمى بملف الذي تم طرحه من طرف المغرب من موريتانيا آنذاك سنة 1963. أي صحراء غربية تتحدثين عنها بتا؟ الأقاليم الجنوبية، لأن هناك صحراء أين غربيين؟ أقاليمنا الجنوبية هي ما أتكلم عنها. لا، لأن كاين صحراء غربية جزائرية هي اللي عندنا اليوم، عندنا صراع فيها، فهماني؟ ولكن أنا أؤكد إذا سمحت لي أؤكد على القضية وتسمية القضية والمصطلح الدولي الذي يشير إلى القضية، قضية الصحراء الغربية. عندما أنا أترك قضية الصحراء الغربية كاسم ينطبق على البوليزاريو فأنا أعطيه شرعية أنه هو اللي قدم الملف وهو من قام بكل هذا. لا، ليس هناك دولة تسمى الصحراء الغربية، هناك ملف موضوع في اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار وحل النزاعات السياسية، هو اليوم في شق ماذا؟ في شق حل النزاع الإقليمي وحل النزاعات السياسية بين الدول، وهناك دولة وهناك جبهة في هيئة الأمم المتحدة. أما اعتراف الجزائر وباقي الدول وباقي الجزر والدويلات التي تعترف بالبوليزاريو فهي تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وليس هناك مصطلح للغربية. إذا أنا ما نخليش الجزائري ياخذ المصطلح ويهيمن عليه على أساس أنه تسمية خاصة بدولة تسمى الصحراء الغربية. عند المشارقة أكيد وجب علي تعرية الغطاء وتعريف الاسم ونطق الاسم كما هو مذكور في هيئة الأمم المتحدة، وهي أقاليمنا الجنوبية، صحراؤنا الغربية المغربية تحت السيادة العلوية اليوم البارحة ومستقبلا. نعم، إذا الصحراء الغربية، حينما تسمعون لفظ الصحراء الغربية فلفظ الصحراء الغربية هو ينطبق على موقع جغرافي واسم ملف مدروج داخل هيئة الأمم المتحدة. للتأكيد عليها، الصحراء الغربية المغربية. إذا سمعتني أنا الملكة نقول الصحراء الغربية مع الجزائري أو مع شخص آخر، فماذا نقصد بها؟ اليونس لكبر. فنحن نقصد بها تماما التعريف باسم الملف، لأن لقنا له الصحراء الغربية وتحدثنا على المنطقة الجغرافية، بعدها مباشرة سنمر إلى البوليزاريو، أي فصل ما بين الصحراء الغربية وما بين اسم التنظيم. إذا احنا كنفصلوا ما بين البوليزاريو اللي هما هاد الجماعة، وما بين الملف اللي هو الصحراء الغربية، وفي نفس الوقت نثير نقطة أن الصحراء الغربية بإثبات تاريخي وسياسي، أحقية تاريخية وأحقية سياسية، أن الصحراء مغربية، شاء من شاء وأبى من أبى، سواء بالقوة أو بالتاريخ أو بالسياسة، باش ما بغى، والحمد لله. حتى بالجغرافيا، الموضوع حينما نقول الصحراء الغربية اليوم، وجب علينا أول حاجة التعريف، الصحراء الغربية المغربية أم الصحراء الغربية الجزائرية؟ لأن هناك صحراءين غربيين.
إذا كنا سنتحدث عن الصحراء الغربية، فبالأحرى أن نتحدث عن الصحراء الغربية الجزائرية، لأنها اليوم المتمركزة في تندوف. نعم لأنها اليوم منطقة صراع، اليوم متواجدين فيها البوليساريو، اليوم هناك سيطرة ديال البوليساريو على هذه المنطقة التي تسمى الصحراء الغربية الجزائرية. ناهيك عن المطالب ديال الشعب المغربي باسترجاع صحرائهم. إذا المنطقة اللي خصنا نتكلموا عليها اليوم هي الصحراء الغربية الجزائرية، لأن هناك صراع ثلاثي ما بين الجزائر المعمرة، ماشي المستوطنة، المعمرة، وكاين فرق ما بين المعمر وما بين المستوطن. المستوطن هي فرنسا، والمعمر هي الجزائر أو الشعب الجزائر. وكاين الصحراء الغربية المستوطنة كذلك من الصحراويين المغاربة، وكاين المغرب، الشعب المغربي إلى غاية الآن باش نكونوا أكثر دقة. إذا هنا هو اللي كاين الصراع، هذا هو صراع الأفكار. اليوم البوليساريو تعيش في منطقة، والسيادة لدولة، والمطالب لدولة. المغرب يطالب، الشعب المغربي بعضه يطالب، اللي متواجدين صحراويين المغاربة، والعالم الذي يرفرف جزائري. ففهمونا باش نفهموا شكون اللي من حقه يبقى تما وشكون اللي خصو يخرج، ويلا دوك الناس اللي عايشين تما دابا خرجوا فين غيمشيو؟ فين غيمشيو هذوك الناس اللي اليوم صحراوي المغاربة؟ فين غيمشيو؟ المغرب لا يمكن، لأنه ما خلق في المغرب، ما كيعرف المغرب، خلق تما، عاش تما، يدبر رزقهم. رئيس عام جيت تبون تبرى منهم، قال ما كنعرفهمش، ما كاش منا، هما بريوسهم تالفين، ما فاهمينش، القياد ديالهم عايشين حياة البذخ، وهما ناس تالفين تما في المخيمات. جري عليا جري عليك، الحمد لله اللي بداو كيديروا انشطه وكيديروا مسابقات وكيديروا مقابلات كره القدم، يعني بداو كيحيوا الانشطه ديالهم باش يعيشوا الحياه، ما يبقاوش جالسين، لان الدم اللي كيبقى مزيان ما كيسيركوليش في الجسم ماشي مزيان، فعلميا الدم خصو يجري. فهادو هما المطالب اللي خصنا نطالبوا بها. نعرف كيف يجري تبركي.